قواتنا الأمنية بدأت بالاستعداد لرد الفعل السريع لأي حالة ممكن أن تحدث طارئة لا سامح الله. لحد هذه اللحظة لم تسجل لا خروقات ولا أيضا مخالفات. نعتقد بأنه إمكانياتنا وقدراتنا التي وفرناها لهذه الانتخابات تسير وفق ما مخطط لها. أترك الحديث الآن إلى اللواء علي من قيادة عمليات بغداد ليبين كثير من الأمور اللي تخص قيادة عمليات بغداد، وكما تعلمون قيادة عمليات بغداد وقع عليها الزخم الأكبر في الجهد الأمني والاستخباري. تفضل اللواء علي. بسم الله الرحمن الرحيم. منذ الصباح الباكر باشرت قطاعات وزارة الدفاع والداخلية وبقية الأجهزة الأمنية بالتصويت الخاص، وبنفس الوقت هي مسؤولة مسؤولية كاملة عن تأمين الأطواق الثلاثة لكافة المراكز الانتخابية. لم تسجل كما أشار الأخ اللواء تحسين أي خروقات سواء في المراكز الانتخابية أو خارجها. الانسيابية المرورية عالية، قطاعاتنا الأمنية والأجهزة الأمنية الاستخبارية منتشرة في كافة محافظة بغداد في الأقضية والنواحي وعلى الأطراف، القواطع مؤمنة، تأمين جيد. كل هذه العملية مستمرة وبإشراف مباشر من قبل السيد قائد عمليات بغداد المحترم وباتصال مباشر من قبل المفوضية العليا للانتخابات. شكرا جزيلا. أود أن أوضح الحقيقة، الآن كان هناك اتصال مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة مع السيد قائد عمليات بغداد، وكانت هناك توجيهات واضحة وصريحة لمنتسبي الأمن وكذلك القوات الأمنية بأن يكونوا على وتيرة واحدة وأن لا يسمح بأن يكون هناك ضغط على منتسبينا. أيضا السيد القائد العام أكد على ضرورة أن يتم هذا الجهد الأمني والاستخباري حتى الساعات الأخيرة. سوف تنقل عصا الذاكرة بعد أن تنتهي هذه الانتخابات بالجوّن، وترجع صناديق الاقتراع إلى مخازنها جادين والحقيقة مستمرين في عملنا الأمني والعسكري. أيضا بنفس الوقت هناك جهد كبير تقوم بقيادة عمليات بغداد وكل القوات الأمنية، ولكن الآن قيادة عمليات بغداد ألقت القبض على شخص. الحقيقة لدينا معلومات استخبارية وأمنية ممكن أن يكون قد لديه أشياء أخرى يحاول أن يقوم العمل بها، وهذا أيضا جهد كبير تضيف قيادة عمليات بغداد من خلال استمرارها بملاحقة المطلوبين إرهابيا، وأيضا تعقب الذين يحاولون أن يسيئوا إلى هذه العملية الانتخابية، وبنفس الوقت أيضا تأمين الانتخابات. وأيضا هذه جهود تشكر لكل الأجهزة الأمنية. شكرا لكم.